السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة مرابطون وتتابعون فيها. الآلاف يخرجون في مسيرة بالعاصمة نواكشوط، دعت لها الحكومة الموريتانية ضد خطاب الكراهية والتحريض على التفرقة. الرئيس الموريتاني يؤكد أن الحريات مصالة ولن يتم المساس بها، ويدعو لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يبدأ زيارة لموريتانيا ويحضر تدشين ملعب شيخة والبيدية في حلته الجديدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خرج الآلاف في مسيرة بالعاصمة نواكشوط، شارك فيها الرئيس محمد عبد العزيز، انطلقت من شارع جمال عبد الناصر وانتهت بمهرجان خطابي بساحة المطار القديم. وقال الرئيس محمد عبد العزيز إن المسيرة توجهت رسالة واضحة إلى من وصفها بالأقلية التي تسعى إلى تدمير البلد وتعمل طبقا لأجندة خارجية. كما أكد الرئيس أن الوسيلة الوحيدة لمحو الفوارق الاجتماعية هي التعليم. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. الآلاف من المواطنين الموريتانيين يخرجون في المسيرة الوطنية ضد خطاب الكراهية والتمييز التي دعت إليها الحكومة الموريتانية وترأسها الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز. المسيرة انطلقت من وسط العاصمة نواكشوط باتجاه ساحة المطار القديم، حيث نصبت المنصة الرسمية المخصصة للرئيس وأعضاء حكومته. وقبيل وصول الرئيس بلحظات سقط الجزء العلوي من المنصة، حيث أصيب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد والكمبو إصابة وصفت بالطفيفة، نقل على إثرها في سيارة إسعاف. وبعد التغلب على المشاكل الفنية المتعلقة بمكبرات الصوت جراء سقوط المنصة وفوق أجزائها المتناثرة، بدأت الفعاليات الرسمية للمسيرة. وفي معرض حديثه قال الرئيس محمد عبد العزيز إن حرية التعبير والإعلام حق مصان للجميع، وإن الشعب الموريتاني واع بضرورة توظيف هذه الحريات في المصلحة العامة. وأكد عبد العزيز على أن القانون رقم 023 سيطبق على كل فرد مهما كانت مكانته أو مركزه. في قانون 2018-023 ينص عليه وراح يطبق إن شاء الله لأي شخص، أي شخص يسوى من هو، يسوى شنو هو، يسوى مكانته شنو هي، يسوى اللي عنده من اتصالات ولا المادة ولا شيء، يتخول لنفسه عنه يحاول كأنه يزعزع على البلد بصيبة ما تخدم الشعب الموريتاني. هذا أي شخص إن شاء الله ولا يتابع الدولة ولا يحاكم الشعب الموريتاني ولا يتصدّانه جيشكم، جيش الشعب الموريتاني. ما هو وثمن بعض المشاركين هذه المسيرة معتبرين أنها جاءت في الوقت المناسب، وأن هذه المرحلة من تاريخ البلد تقتضي المزيد من المساعي الجادة لترسيخ الوحدة الوطنية من خلال تكافؤ الفرص أمام الجميع. المسيرة وصلت لبعض الناس تطمح لهذه مساواة الوحدة الوطنية، وأن ما تلات فيها تفرقة، تود الناس كاملة متحدة بوسمو. غير أن دوره يوصل لقلوب المواطنين، ما عن دوره على اللسنة، دوره يوصل لقلوب المواطنين ودل جايبين حقيقة عندهم، ما يود ضيع وقتهم في وقوف مسار بعيد وتحد إذا ما فات وصل قلبه. وقد شهدت المسيرة حضور المؤسسات الرسمية والعديد من المؤسسات الخاصة والشركات ورجال الأعمال والآلاف من المواطنين الموريتانيين. خطاب الرئيس الموريتاني هنا على منصة ما سمي بالمسيرة الوطنية ضد خطاب الكراهية والتمييز، كثير اختلاف عن خطابات سابقة له، عدا عن تأكيده على أن القانون الذي يحمي الوحدة الوطنية سيجري على الجميع. محمد ناجي، قناة المرابط، نواكشو. من جانب آخر، وصف الرئيس محمد عبد العزيز المقاطعين للمسيرة بأنهم يحسبون على رؤوس الأصابع وأصحاب أفكار مدمرة يحركون من الخارج. ووصف عبد العزيز في خطاب ألقاه أمام آلاف المشاركين في المسيرة قادة المعارضة بالإجرام وتشويه صورة البلد. نتابع.
لا داعي للحديث، فالحضور يكفي. لم يتخلف عن المسيرة إلا أفراد يعدون على رؤوس الأصابع محركون من الخارج. هكذا خطب الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز حشود المتظاهرين ضد الكراهية في مسيرة 9 يناير. الواقيش يحسبوا الأصبع ليد، عندهم أفكار خارجية، أفكار سيئة، أفكار مدمرة، أفكار مدمرة. ردد العبد العزيز في خطاب مطول تطرق فيه إلى محورية التعليم في النهوض وتقدم موريتانيا كل عام أشواطا في مختلف الميادين، متمثلا بفوزها بجائزة أفضل منتخب رياضي إفريقي. ردد العبد العزيز في خطابه عبارة المجرمين مرات عدة. هذا المجرمين اللي واحدين فيه دنسوا ويشوهوا ويعطوا صورة سيئة عن ذا البلد، اليوم ماني قايل عن فيه ما عدل قد يوخى وجهه أمام الشعب الموريتاني، لأن الشعب الموريتاني هذا هو. ليحدد أخيرا طبيعة الإجرام المقصود. عاشت موريتانيا مستقلة، عاشت موريتانيا مستقلة مستهيرة آمنة آمنة آمنة، خالية من الغلو، خالية من العنصرية، خالية من البغض، خالية من الإجرام السياسي. وفي حضور المسيرة ما يحدد أكثر المجرمين المقصودين في خطاب الرئيس، حيث لم يقصد مطلق المعارضة بل المعارضة المقاطعة للمسيرة، فقد حضرت المعارضة خاصة المشاركة منها في حوار 29 سبتمبر 2016، وفي مقدمتها مسعود البلخير. خصص الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز جزءا مهما من خطابه لتهديد مقاطعي المسيرة والذين اتهمهم بالإجرام السياسي، وذلك في ظل مقاطعة منتدى المعارضة وبعض قوى المعارضة للمسيرة المنظمة يوم الأربعاء. أبرز السياسيين المتغيبين عن المسيرة كان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وكان عبر للحزب الحاكم في رد على رسالة سابقة عن استعداده للتعاون في وضع خطة لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية وأحزاب أخرى بينها تكتل القوى الديمقراطية، إضافة إلى مبادرة إيرا. محمد أحمد الخوية، المرابطون، نواكشوط. وصف الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز مستقبل موريتانيا بالزاهر، مضيفا أنها ينبغي أن تصل عام 2021 المرتقب أن تبدأ فيه إنتاج الغاز وهي تعيش استقرارا ووحدة. وحذر العبد العزيز في خطابه بالمهرجان الختامي للمسيرة التي خرجت رفضا لخطاب الكراهية والتحريض على التفرقة، حذر من التطرف والغلو والعنصرية، مؤكدا على أهمية التعليم والأمن والاستقرار. موريتانيا الحمد لله عندها مستقبل زاهر إن شاء الله، عندها 2021 إن شاء الله ما تكلمنا عنه ياس من الكلام، غير عندنا بداية إنتاج الغاز، وله نعود في مرحلة ثانية إن شاء الله، وبالتالي لا بد أن نجور ذيك المرحلة القادمة، نشوها تجيها دولة مستقرة، دولة آمنة، دولة شعبها موحد. من تتفكك الدولة والله لا قدر الله يتم ذو المجرمين يسلطنهم، لأن هذه الرسائل إجرام، ما يتحدى صنتهم ولا يتحدى أقدارهم يمشي، لأنهم ما يحلوا شيء سوى شنو هو ولا يزاو شيء في العلم، إجرام والتطرف والغلو والبغض والعنصرية، هذا ما عندهم أي نتيجة ولا يوصلوا شيء سوى شنو هو. اللي يوصل شيء هو التعليم والأمن والاستقرار، ها هم اللي يوصل شيء، وهو اللي راجعين لبلدنا، هو اللي نحن فيه، هو اللي رسالتكم اليوم اللي جيتوا بها كاملين هنا تياها، جيتوا متأكدين عنكم، ناديكم الوطن، ياك حصروا بلدكم. من جانب آخر، أكد الرئيس أن موريتانيا دولة ديمقراطية وأن الحريات فيها مصانة، مضيفا أنه لن يتم المساس بها رغم أن البعض يستغلها لنشر خطاب الكراهية. وقال العبد العزيز إنه لن يعمل على تقليص الديمقراطية والحرية في البلاد، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الأواصر بين مختلف المكونات الاجتماعية. وعرفوا أيضا عن الوسائل الاجتماعية، عنا
دولة الحمد لله ديمقراطية وكل الحريات مصانة بها، وبالتالي ما أن ذاهي بعض فعل البعض منا فعل سيء للبعض منا لا يسد أي وسيلة اجتماعية من هذه الوسائل إن شاء الله الاجتماعية، لأن دولة ديمقراطية ولأن ذاهي ندفعوا شو قبلوا وخلصوا ذيك الديمقراطية وذيك الحريات اللي ينعم بها الشعب الموريتاني اللي حقه اللي حق الشعب الموريتاني وايضا يستاهلها، لانه شعب واعي وشعب ذكي، لانكم تعرفوا الماضي المسيرات اللي كانوا يعدلون المسيرات اللي كانوا يعدلوها هنا تياها ايش مجور منهم، ما هو الوحده الوطنيه تفكيك الشعب الموريتاني تفكيك الدوله الموريتانيه تعرفوها كاملين كيف ما حصل في بعض الدول للاسف دول العربيه بعض. ومعنا في الاستوديو سيد احمد والبابا المدير الناشر لصحيفه زهره شنقيط، اهلا وسهلا بك. بدايه ما ابرز الرسائل التي حملتها مسيره الاربعاء وخطاب الرئيس محمد بن عبد العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. اعتقد ان ابرز الرسائل التي حملتها مسيره الاربعاء التي حشد لها النظام خلال الايام الماضيه كانت هي الحشد بذاته. الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز وهو يستعد لمغادرة السلطة في الانتخابات المتوقعة إجراؤها بعد أشهر قليلة، يريد أن يري العالم، وموريتانيا طبعا جزء من هذا العالم سواء الداعمين له أو المعارضين له، بأنه لا يزال الرجل الممسك بزمام الأمور في السلطة، لا يزال أقوى شخصية سياسية داخل البلد، لا يزال لديه القدرة على الحشد في الشارع وعلى التأثير في صناعة القرار. وبالتالي الذين كانوا يتحدثون أنه العبد العزيز مع اقتراب مغادرته للسلطة فقد أوراقه وأن الأغلبية الآن تبحث عن بديل له، هو يريد أن يقول لهم عكس ذلك، أنا ما زلت هو الشخص الأقوى داخل البلد. أما الرسالة الثانية وهي التي أراد من خلال المسيرة أو استنطاق ما تم الترويج له خلال الفترة الماضية، وهو أن موريتانيا مقبلة على خيارات كثيرة مع موضوع الغاز الذي تم التأكيد على أنه لا محالة مستخرج من كتبة السلامة للبلد وللممسكين بزمام الأمور فيه سنة 2021، وبالتالي هنالك مطبات مرت بها دول أخرى يجب أن يتم الانتباه لها بشكل مبكر، وهذا ما ركز عليه الرئيس في خطابه، وركز عليه أكثر من صانع قرار داخل الساحة السياسية الموريتانية، بأنه مع استخراج الغاز ستكون أطماع الغير في موريتانيا كبيرة، مشاكل النخبة السياسية وطموحها للسلطة أكبر بحكم الموارد المتوفرة، الوسائل حتى المتاحة للأفراد والجماعات ستكون أكبر، وبالتالي لا بد من أن تذهب موريتانيا إلى 2021 وهي موحدة منسجمة مع ذاتها متصالحة إن أمكنها ذلك، وبالتالي هذا هو الخطاب الذي أراد أن يروج له. الموضوع الآخر الثاني وهو أن الرئيس محمد بن عبد العزيز بعد 10 سنوات من الحكم سواء الثمانية التي قضاها أو العشر سنوات التي قضاها وهو منتخب أو وهو في دهاليز السلطة منذ 2005 يحاول أن يلفت انتباه الرأي العام الموريتاني إلى ما سماه المخاطر الجديدة الناجمة عن استغلال الوسائط الاجتماعية. كيف ترى الاتهامات والرسائل التي وجهها الرئيس للمعارضة المقاطعة للمسيرة؟ هذا سجال سياسي دأبت عليه القوى السياسية سواء في السلطة أو في المعارضة. الرئيس محمد بن عبد العزيز يعتقد أن الذين قاطعوا المعارضة المسيرة هم أقلية كما قال يحسبون على رؤوس الأصابع، وهو يعني بذلك قادة الأحزاب السياسية المعارضة، وهو يعتقد أنهم قطعوها لا اعتراضا على الشعار الذي رفعه، لا اعتراضا على عدالة القضية، لا اعتراضا على الكلمة التي الجميع متفق على أن العنصرية داء خطير وأن التمييز ينبغي أن يقضى عليه وأن الكراهية مدمرة للشعوب، ولكنهم قطعوها كما يقول لأجندة خارجية. هذا هو يتهمون بأنهم باتوا الآن ينفذون أجندة خارجية تستهدف وحدة البلد واستقراره، هم بالطبع ينفون ذلك ويعتقدون أنهم غير معنيين بدعوة بمسيرة على حزب الاتحاد من الجمهورية وتعبأت لها الحكومة رأسها الرئيس. إذن غاب أي حديث صريح أو ضمني عن المأمورية الثالثة، وكذلك غابت شعاراتها، هل من رسالة سياسية بهذا الخصوص؟ أعتقد أن هذه الرسالة السياسية الأهم غير المقروءة وغير المنطوقة هي أن الذين تخوفوا من المشاركة في المسيرة السياسية عبروا عن عدم مشاركة فيها، كانوا يتحدثون عن حشد لا نعرف أهدافه، عن اعتصامات مطالبة بالتمديد للرئيس، عن مبادرة من أجل عن فتح المجال من أجل تعديل الدستور والتلاعب به، عن تتويج المبادرات الجهوية التي استمعنا إليها خلال الأسابيع الماضية بحشد في الشارع يؤكد ما ذهبت إليه. لكن الرئيس محمد عبد العزيز المفسكون بزمام الأمور معه داخل أروقة السلطة من أحزاب سياسية وشخصيات مدنية وعسكرية كان لديهم شبه قرار داخلي، وهذا كان شبه معلوم لمن أراد أن يطلع عليه خلال الفترة الماضية، بأن المسيرة مخصصة للتمييز والكراهية وأن لا علاقة للتجارب
تجاذبات سياسية أخرى بها. إذا كان هنالك نقاش عن المأمورية والرئيس يؤكد أكثر من مرة بأنه مغادر، وحتى في ثنايا خطابه اليوم قال وصيتي لكم الأخيرة هي تعليم، وهو يستشعر أنه سيغادر السلطة، ولكن ويتحدث بأن السلطة ينبغي ستسلم وأن يراعى فيها مستقبل الأجيال القادمة وما سماهم بالأطفال الذين ينبغي أن يراعى مستقبلهم أكثر من الحاضرين الآن. وبالتالي المأمورية الثالثة غابت من الخطاب، غابت من الشعارات، غابت من التداول حتى داخل الشارع الذي دائما ما ينفلت عن المخطط له في بعض التظاهرات. وسائل التواصل الاجتماعي والحريات الإعلامية أكد الرئيس على عدم المساس بها، لكنه أكد أيضا على تفعيل القانون. ما الذي يرتقب أن يترتب على ذلك؟ أعتقد أن القانون تم تفعيله بالفعل قبل فترة ولكنه لم يعلن عن ذلك. أعتقد أنه العبد العزيز اليوم أراد أن يقول لمن يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي من أجل بث الكراهية والعنف والتحريض في نظري وفي نظر بعض المحيطين به من قادة الأحزاب الأغلبية بأن القانون صريح في معاقبة مثل هذه الجرائم وأن الشارع ينبذ هذه الجرائم، وبالتالي هذا مستند سياسي لإجراءات قانونية لاحقة. هناك معتقلون بتهمة التحريض بالكراهية، بعضهم صدرت في حقه أحكام بالسجن 4 أشهر و6 أشهر قبل فترة، وهنالك من سيحاكمون خلال 2 أو 3 أيام بتهمة الوقوف خلف نشر رسائل عبر الواتساب أو الفيسبوك تدعو إلى الصدام الداخلي وإلى الاحتراب الداخلي. وبالتالي هو يريد أن يذكرهم بأن القانون موجود، السلطة ماضية في تطبيقه، الجيش سيتولى تأمين ذلك بما يوحي ذلك من قوة وصرامة، والشعب ينبذ الخطاب الكراهية والتطرف وسيحمي هذه الخيارات السياسية التي عبر عنها الرئيس اليوم. نعم، تحدث الرئيس عن عام 2021 حيث يرتقب أن يبدأ إنتاج حق الألغاز المشترك مع السنغال، ودعا إلى ضرورة أن تصل البلاد إلى ذلك تلك المرحلة بأمن واستقرار. هل هذه برأيك موعظة مغادر للسلطة؟ لا أقول موعظة مغادر للسلطة، ولكن هذا هو الحديث الذي يدور داخل كواليس السلطة. من يمسكون اليوم بالسلطة هم لا يتوقعون أن يسلموها للغير، وهو أكد ذلك أكثر من مرة، وإنما يعتقدون أنهم ينبغي أن يتسلمها رئيس من داخل الأغلبية جديد، ثم يعود الرئيس عبر عن ذلك أكثر من مرة، وبالتالي حريص على أن تستمر الدولة بتجانسها بوحدتها بإئتلافها، وأن لا يكون الغاز فرصة لضياع حلم طالما حلم به الموريتانيون وهو بناء دولة حديثة لديها مقدرات قوية قادرة على أن تستغل. وبالتالي هنالك شيء من ذلك، الرئيس يذكرهم بما هو مقبل من خيرات وحذرهم بما هو متوقع من مشاكل، وهذا الرسالة كانت واضحة أنه يوجهها للشعب لا لزعماء المعارضة الذين ينافسونه، وإنما يقول لهم نحن هم صمام الأمان، أو بعبارات أخرى نحن هم صمام الأمان، نحن هم الذين يقف في وجه الكراهية ودعاتها، أما الآخرون فهم مستثمرون في المشاكل، تجار السياسة يحاولون ضرب مصداقية الشعب وتفكيكه. وبالتالي هو يستبطن رسالة موجهة قبل الانتخابات الرئاسية أن ذروتكم بين أيديكم فلا تتركوا المعارضة تفسد عليكم الأمل الذي تنتظرونه. نعم، المدير الناشر لصحيفة زهرة شنقيط سيد أحمد البابا، شكرا جزيلا لك. شكرا. رياضيا في هذه النشرة، بدأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو الأربعاء زيارة عمل لموريتانيا، تباحث خلالها مع الرئيس محمد عبد العزيز بالقصر الرئاسي في نواكشوط، كما حضر إنفانتينو لتدشين ملعب شيخة والبيدية بعد خضوعه لترميم وتوسعة ممولة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم. التفاصيل في هذا التقرير. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إيفانتينو يحط بملعب الشيخة والبيضية في العاصمة نواكشوط لحضور التدشين الرسمي له بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم التي خضع لها. قطع الشريط الرمزي للملعب الذي يعود إنشاؤه إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي، وانتقلت قدرته الاستيعابية من 2000 متفرج إلى أزيد من 8000 متفرج بعد التوسعة الجديدة التي عرفها بتمويل من الفيفا. حفل رسمي رياضي أقيم بالمناسبة، وكان لأشبال أكاديمية الاتحادية الموريتانية لكرة القدم حضور باد للعيان. أزيح الستار إذانا بالتدشين الرسمي للملعب، والتقطت الصور التذكارية بين وفدي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ونظرائهم من الاتحادية الموريتانية للعبة.
ويحتفظ ملعب الشيخ والبيدية بالعديد من الانتصارات والهزائم للمنتخب الوطني المرابطون، وكان من آخر الانتصارات التي حققها المنتخب على أرضية هذا الملعب تأهله لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المرتقب تنظيمها بجمهورية مصر العربية. تأهل تاريخي حققه المنتخب بعد فوزه على نظيره البوتسواني بهدفين مقابل واحد، لحظة ستظل مرتبطة بملعب الشيخة، وكان لها دور كبير في اختيار منتخب المرابطون كأفضل منتخب إفريقي خلال العام 2018 من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، اختيار سبقه بعام اختيار آخر لرئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أحمد اليحيى كأفضل مسير رياضي بالقارة الإفريقية، كان ذلك عام 2017. وقد حققت كرة القدم الموريتانية خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا قال به الاتحادان الدولي والإفريقي، وعكسته النتائج التي حققها المنتخب الوطني. أشاد الرئيس محمد العبد العزيز بتأهل المنتخب الوطني المرابطون للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المرتقب تنظيمها العام الجاري بمصر، وحيى العبد العزيز خلال خطاب ألقاه في ختام مسيرة خرجت بنواكشوط رفضا لخطاب الكراهية والتفرقة، حيى المنتخب الوطني على تأهله التاريخي. أكتب في الرياضة الحمد لله لأول مرة قراني متخذ هذه الفرصة هنا أيضا لأحيي الشعب الموريتاني، أحيي الشعب الموريتاني، أحيي الفريق الوطني المرابطون، أحييهم، أحييهم كاملين، أحيي المرابطون كاملين على الوصل إلى موريتانيا لأول مرة في تاريخنا، لأول مرة في تاريخنا الحمد لله هذه وصلنا لهذه المكانة لأول مرة، موريتانيا تذكر، تذكر ما هي تذكر، ما تذكر بالعنصرية، لا تذكر عن طاح المدينة الفلانية ولا المدينة الفلانية، تذكر عن موريتاني تخطات، عن موريتاني راهي عادت، عن موريتاني عدلت، عن موريتاني نظمت، عن موريتاني وصلت، هذا هو اللي يعطينا الشعب كاملين. مغاربيا، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن الانتخابات الرئاسية الليبية غير ممكنة ما لم تحدد صلاحيات الرئيس بنص دستوري، وأشار سلامة في مقابلة حديثة له إلى أهمية وجود قاعدة دستورية صلبة قبل الانتقال للانتخابات الرئاسية في ليبيا. نتابع. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن الانتخابات الرئاسية الليبية غير ممكنة قبل أن تحدد بوضوح في نص دستوري صلاحيات الرئيس القادم، وأشار إلى أهمية وجود قاعدة دستورية صلبة قبل الانتقال للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وبيّن أن مهمة البعثة تنقسم إلى مستويين، الأول يتعلق بتحسين المعيشة وإعادة الحياة تدريجيا إلى المواطن الليبي، أما المستوى الثاني فهو التواصل مع مختلف الأطراف الليبية السياسية والمسلحة لإنجاح الحوار الوطني الليبي المرتقب. وكشف سلامة وجود أكثر من 15 مليون قطعة سلاح في ليبيا، وبيّن أن خطة العمل الأممية وبالتنسيق والتشاور مع الأطراف الليبية تقوم على إجراء انتخابات نيابية ثم الاستفتاء على الدستور لتنتهي بانتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري. ونفى سلامة وجود أي تحفظات لديه على أنصار الرئيس الليبي الراحل، وقال إنه يلتقي أنصار النظام الليبي السابق كل يوم، وأكد في حوار خاص مع قناة الحرة أنه لا فرق عنده بين ليبي وآخر، واستقبل أنصار النظام السابق كل يوم بمختلف تنظيماتهم لأنهم تفرقوا على عدد من التنظيمات وهم بالنسبة له ليبيين كغيرهم من الليبيين. من جهة أخرى، أنهى سلامة أمس زيارة إلى الجزائر استمرت يومين التقى خلالها مسؤولين أمنيين بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية عبد القادر مساهل، وقال سلامة إنه يستفيد من المعرفة الشخصية لوزير الخارجية الجزائري بعدد من القادة الليبيين، وأضاف إن معرفة مساهل الشخصية بعدد من القادة الليبيين وزياراته المتكررة لليبيا عامل يجب الاستفادة منه بغية مواصلة المساعي للدفع قدما بالعملية السياسية نحو الأمام في ليبيا. إلى الشأن الفلسطيني، حيث دعت محافظة القدس منظمة الأمم المتحدة إلى تشكيل فريق دولي للكشف عن الأنفاق التي أنشأتها سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى، وقال محافظ القدس عدنان غيث في تصريح نقل عنه
إن إسرائيل تقوم بتغييرات تاريخية بمدينة القدس المحتلة مهيبا بالأمم المتحدة إلى القيام بواجبها تجاه المدينة المحتلة. تابع. في خطوة قدم بين يديها محافظها بتحرير بيان رسمي يتناول خطر وتهديد الأنفاق أسفل المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة وسلوان جنوبي القدس، طالبت محافظة القدس الأمم المتحدة بتشكيل فريق دولي للكشف عن الأنفاق التي أنشأتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسفل المسجد الأقصى. وقال المحافظ عدنان غيث الذي يتقلد رئاسة لجنة القدس في المجلس الثوري لحركة فتح إن إسرائيل تقوم بعمل تغييرات تاريخية في المدينة المقدسة مهيبا بالمنصة الدولية إلى القيام بواجبها تجاه المدينة المحتلة وفق منصوص قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. هذه مسألة مطالبة وتذكير قفت على أثرها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بدعوة دوائر الرسمية العربية والإسلامية مواجهة مخاطر كيد طرفه بيد سلطات الاحتلال وطرفه الآخر في يد الجمعيات الاستيطانية وخيط ربطه الجامع تهويد القدس وبلدتها القديمة التاريخية ومسجدها الأقصى المبارك. وأرفقت الوزارة نداء استصراخها ملحق تحذير من التعامل مع انتهاكات الاحتلال في القدس من زاوية عده أرقام مجردة أو يوميات اعتيادية أو استفزازا عابرا. كما عززت الخارجية الفلسطينية باتهام دولة الاحتلال وجمعياتها الاستيطانية بشن ما سماه بيانها حربا تهويدية مفتوحة ضد المدينة المقدسة ومحيطها وسط استصراخ الدعوات التي يصدرها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وأنصارهم من المستوطنين للإسراع في تنفيذ مخططاتهم الاستيطانية في المدينة. في سياق غير ذي انفصال، أنذر مركز معلومات وادي حلوة في سلوان مغبة استمرار أعمال الحفر وتفريغ الأتربة أسفل المسجد الأقصى وفي بلدة سلوان ولا سيما حي وادي حلوة، مستطردا تضرر أكثر من 70 منزلا في الحي جراء عمليات الحفر المتمادية. لا هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الآلاف يخرجون في مسيرة بالعاصمة نواكشوط دعت لها الحكومة الموريتانية ضد خطاب الكراهية والتحريض على التفرقة. الرئيس الموريتاني يؤكد أن الحريات مصانة ولن يتم المساس بها ويدعو لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يبدأ زيارة لموريتانيا ويحضر تدشين ملعب الشيخ والبيدية في حلته الجديدة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.